أحسن الله إليكم الشيخ. تقول السائلة من ليبيا، هل هناك أذكار تقال بعد الصلاة الراتبة؟ نعم، أذكار كثيرة بعد الصلاة الراتبة، استغفر الله ثلاثا بعد السلام، ثم يقول اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وإذا كان بعد صلاة المغرب أو صلاة الفجر فإنه يأتي بالتهليلات العشر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، عشر مرات بعد صلاة المغرب وصلاة الفجر. ثم يقول بعد كل الصلوات يحمد الله، يسبح الله ويحمد الله ويكبر الله 33، فيقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، يكررها 33 ليبلغ المجموع 99 كلمة، ثم يختمها بقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ليكمل بذلك 100 كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ثم يقرأ سورة، ثم يقرأ آية الكرسي، ويقرأ سورة الإخلاص، سورة المعوذة بعد كل صلاة، وبعد الفجر والمغرب يكرر هذه السور 3 مرات، هذا من الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.